تستمر الأكاديمية الوطنية للتدريب لليوم الثاني على التوالي في استقبال المتقدمات لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات، والذي يهدف لإعداد المصريات في المواقع التنفيذية المختلفة. وبلغ عدد المتقدمات للبرنامج 360 متقدمة خلال 3 أيام، ويشارك في لجنة التقييم وزراء معنيون وخبراء مصريون وأجانب. اللي شفناه الحقيقة من ترتيبات وتجهيزات للمقابلات سهلت علينا كلجنة وضع المعايير بشكل موضوعي جدا، والمعايير مقسمة في سمات للشخصية وفي للخبرات المتراكمة والمتقدمات، انتوا عايزين توصلوا لإيه الحقيقة في المستقبل القريب وبعد فترة طويلة. لا، المتقدمات يعني معظمهم على قدر رائع، لأن دي آخر مرحلة من مراحل القبول. شفنا فيهم شغف وحب للبلد وعايزين فعلا يعملوا حاجة بشكل موضوعي. الأكاديمية بالنسبة لهم حلم، والأكاديمية يعني محققة نجاحات مش بس على الصعيد المحلي لكن كمان الإقليمي والعالمي. عندنا توزيع جغرافي كويس لأنه عندنا متقدمات من محافظات مختلفة، عندنا التوزيع في السن، يعني البرنامج بيصل إلى سن 50، فأنا شفت متقدمات في سن 20، في سن 30، وفي سن 41. كمان شايفة التنوع في الخلفية الأكاديمية، وشايفة تنوع في الخبرات، يعني شفت مثلا سيدات ونساء من خلفيات علمية ومن خلفيات أدبية. البرنامج ده بيساعد على مشاركة المرأة المصرية في القيادة. للأسف احنا مشاركة المرأة في سوق العمل في المنطقة في مصر وفي المنطقة احنا من أقل نسب مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل. احنا عايزين المرأة تشتغل وتعمل وتشارك في سوق العمل، مش بس كده، لا، احنا عايزينها كمان انها تترقى في المناصب، انها تقدر انها تاخد على مناصب قيادية. فبالتالي البرنامج ده بيقدر ان احنا يحقق هذا الهدف ويدي رول موديل او نموذج للمرأة انها مش بس انها تشتغل، ولكن ان هي كمان تحقق تقدر توصل وتتقلد مناصب قيادية وتبقى رول موديل لأولادها بعد كده مجتمع. أنا عايزة نهضة في المجتمع بشكل عام. الحقيقة أي مبادرة لتمكين المرأة في مصر احنا يعني كل الجهات بتشجعها، لأن خاصة أن المرأة المصرية بتثبت كفاءتها في كافة المجالات. عملنا النهاردة مجموعة مقابلات، يمكن 6-7 مقابلات مع متقدمات، بعضهم من الوجه القبلي، بعضهم من الوجه البحري، بعضهم من القاهرة، والحقيقة كلهم بيتميزوا في أن رغبتهم في احتلال أو في تبوء مناصب قيادية. أنا تقدمت البرنامج المرأة تقود للتنفيذيات، عدينا باختبارات كتير وسمات شخصية وحاجات تخص الآي كيو، والنهاردة كان المقابلة شخصية. على مدار الرحلة القصيرة دي اتعلمت حاجات كتير وابتديت اراجع حاجات كتير واكتشف ان في حاجات كتير محتاجة ان انا اشتغل عليها الفترة الجاية. والله البرنامج انا شايفة ان هو فرصة كويسة جدا للمرأة في مصر لدعم قدراتها وصقل مهاراتها. هي فرصة كويسة جدا لان انا اتعلم حاجات جديدة وابقى موجودة في بيئة ايجابية وفاعلة، وحاسة ان احنا هنبقى قريبين من صناع القرار، فبالتالي عندنا اي افكار هنقدر نوصلها بسهولة.